العودة إلى كركوك، حيث أكد صحفيون ومواطنون من كركوك أن التلاحم الأزلي وعمق التآخي والتعايش المشترك بين مكونات كركوك أفشل جميع المراهنات للمتربصين بكركوك وأهلها. الصحفيون والمواطنون أكدوا في تصريحات لمراسل فضائية كركوك أن أجواء الوئام والسلام التي تسود كركوك جعلتها مميزة عن باقي المحافظات، حيث باتت كركوك واحة للسلام في غضم موجة الإرهاب التي اجتاحت العديد من المدن. يشار خالد استطلع آراء الصحفيين والمواطنين في سياق هذا التقرير. عقب سقوط النظام البائد راهن الكثيرون على مستقبل كركوك وبأنها قنبلة موقوتة بسبب تعدد قومياتها ومذاهبها. صحفيون ومواطنون أكدوا بأن ظن هؤلاء قد خاب، وصمدت كركوك بوجه كافة التحديات وأثبتت بأنها مدينة السلام والتآخي على مر العصور بفضل تكاتف أبنائها ونجاح إدارة المحافظة في التغلب على العديد من التحديات وتكريس روح التعايش والتآخي بين مكونات وقوميات كركوك. لقد أثبتت الأحداث دائما ولحد هذه اللحظة بأن ظن هؤلاء الذين كانوا يتوقعون أن كركوك قنبلة موقوتة قد خاب، وخاب ظنهم، لأن كركوك هي مدينة أخوية، مدينة التعايش للجميع، وكل هذا بفضل تكاتف أهل المدينة وانصهارهم في بودقة واحدة اسمها الحب والتآخي، وبفضل الإدارة الجيدة لمحافظ السيد محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم وإدارة مجلسه الموقر الذين عملوا بيد واحدة وانصهروا جميعا وتكاتفوا لأجل حل كل المعضلات التي ممكن أن تفتعل أو ممكن أن تحدث. الحمد لله احنا بمحافظتنا كلنا عايشين بسلام ومحبة بين القوميات بدون اختلاف، بسبب انه المواطنين متفاهمين ومثقفين واعين جدا. السياسه الحكيمه التي اتبعها السيد المحافظ الدكتور نجم الدين في اداره هذه المحافظه. صحفيون ومواطنون اشاروا الى ان كركوك اليوم اصبحت ملاذا امنا لابناء باقي المحافظات ومدينه تحتذى بها من بين باقي المدن الاخرى بفضل اجواء الامان والسلام والوئام التي ترفرف على المدينه برمتها. مدينة كركوك باتت مدينة، بل هي كانت ولا زالت تبقى مدينة السلام والتعايش السلمي، وخاصة من يقول بأنها قنبلة موقوتة وإنها مركز للصراع بين القوميات. حقيقة كل هذه عبارة عن أكاذيب أطلقتها بعض الجهات المستفيدة التي كانت تحاول أن تأخذ المنح المالية لكي تثير هذه الأنباء. اليوم كركوك مدينة استقطاب للنازحين، وباتت مركز من أهم المراكز للمشاريع بما تقدمه إدارة محافظة كركوك. باتت مدينة كركوك تعتبر رمز للتآخي والتعايش السلمي ونموذجا للمدينة العراقية التي يحتذى بها في منطقة الشرق الأوسط. تطور كركوك يوم على يوم جاي يتطور، والحمد لله أمان موجود بكركوك. لو مو أمان هل لاجئين هذا كان ما يجون كركوك، والحمد لله بشكر يوم على يوم جاي يتطور كركوك بمشاريعه وتطوراته وأمان الحمد لله. التلاحم الأزلي بين قوميات كركوك وعمق حالة التآخي ونجاح إدارة المحافظة في تخطي التحديات أفشل مراهنات المتربصين بكركوك وأهلها. وها هي كركوك اليوم أصبحت واحة للسلام في خضم موجة الإرهاب التي اجتاحت مدن عدة في البلاد. يشار خالد، فضائية كركوك. بحث مجلس